خلونا ننتقل إلى موضوع تاني أيضا متعلق بإخواتنا المواطنين وتحديدا أهالينا أصحاب المعاشات. علشان المعاش بتاعك تقدر تصرفه بالمظبوط في الميعاد المظبوط، لازم تستبدل البطاقة الزرقاء بكارت ميزة. لازم. طيب هنعمل إيه يا يوسف؟ قال لكم لا، العمل مش عندنا، العمل عند ربنا أولا. ونرجع فورا للست اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم، منور كمجرة العادة. الله يخليك، مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور. مساء النور يا ست اللواء. قولنا يا فندم، الناس تعمل إيه علشان تستبدل الكروت بتاعتها؟ ولو ما استبدلوش إيه اللي ممكن يحصل؟ هو لو سمحت لي أرجع بس سنة لورا كده. إحنا بدأنا من 2021، من بداية السنة كان عندنا 6.5 مليون مواطن من أهالينا اللي بيصرفوا معاشات بيصرفوا بالكروت الزرق. الكارت الأزرق ده كانت الهيئة عاملاه في 2004-2005 يضمن بس عملية سحب النقدي من منافذ صرف المعاشات بتاعتنا. فضمن خطة الدولة للشمول المالي وتطوير عملية الصرف، قررنا ان احنا ندخل في مبادرة البنك المركزي لاستبدال الكروت البلاستيك دي اللي هي الزرقاء اللي مع المواطنين الى كروت ميزة. بدأنا التنفيذ من اول 2021، خلصنا من 6.5 مليون حوالي 5.5 مليون مواطن. باقي مليون مواطن لسه مع الكروت الزرقاء دي وبيصرف بيها كل شهر. تمام. الكروت دي صلاحيتها هتنتهي شهر 6 وشهر 7، لان مش كلها طلعت في وقت واحد. ماشي. فبنناشد اهالينا، نزلنا اعلانات في الجرايد وفي الاذاعه وفي التلفزيون، نشدنا اهالينا بالتوجه لاقرب مكتب تامينات لمحل السكن. حلو. ومعاه صوره بطاقه الرقم القومي. كويس. يصورها بس قبل ما يجي. هنديله كارت ميزه مجانا بدون اي رسوم ولا رسوم اداريه ولا الكلام. فيش ولا رسوم ولا مصروفات، هيستلم الكارت ويروح. مش هيدفع جنيه. حلو. مش حلو. هيدفع جنيه واحد. حلو جدا. هياخد الكارت هيصرف بيه من الشهر اللي جاي. كلام جميل جدا. طيب. احنا عايزين نطمن اهالينا اللي ممكن حد ما يكونش لسه خد خبر بالموضوع، فيروح يقبض معاشه في شهر 6 يلاقي المكنه بتاعت الاي تي ام بتقول له، او الراجل اللي في مكتب البريد او في منفذ الصرف بيقول له اتفضل اتوجه للتامينات. معاشه ما نزلش. ليه؟ لان البطاقه صلاحيتها انتهت. بقول له صور حضرتك البطاقه بتاعتك وش وظهر، وروح على اي مكتب تامينات جنب منك، هنديلك كارت ميزه وهنفعل الكارت ده اللي موجود معاك عشان تقبض معاشك في نفس اليوم. حلو قوي. جميل. يعني كده المسألة في منتهى السهولة والبساطة واليسر. طب سيادة اللواء، يمكن جات لي فكرة كده وحضرتك بتتكلم في مسألة ان احنا نحاول نعلم المليون مواطن اللي لسه ما، هل من الممكن ان احنا عن طريق الهيئة القومية للاتصالات يعني بالتعاون معها نبعت رسائل لأرقام التليفونات بتاعة المواطنين دول اذا عندنا داتا بالأرقام؟ يعني احنا بنبادر دايما بكل ما هو جديد. لو ارقام التليفونات المحموله مسجله عندنا، احنا بعتنا رسائل بالفعل لبعض الناس وقلنا لهم لو سمحت البطاقه قد تنتهي صلاحيتها يوم 1/6 او يوم 1/7. ايوه. لو سمحت اتفضل روح لاقرب مكتب تامينات ليك. دربنا الموظفين بتوعنا، عمليه استلام كارت ميزه من مكتب التامينات لن تستغرق اكتر من 5 دقائق. بس إن شاء الله. اللي احنا بنطلبه من المواطن ان هو يجي لنا مصور البطاقه بتاعته بس عشان ما يتعطلش. طيب هتقول لي حضرتك في من اهالينا ناس كبار السن. أيوه. ما تقدرش تنزل وتتوجه، وبيدي الكارت او البطاقه الزرقاء دي كان بيديها لابنه يروح يجيب بيها يسحب له. زي ما بيعمل كل شهر يبعت ابنه على مكتب التامينات، وهينتقل موظف من التأمينات لمحل سكن المستفيد. أيوه. الأصلي. حلو. ويسلموا الكارت في بيته. 10 على 10 على 10 بدون رسوم.
حلو قوي الكلام ده سيادة اللواء، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، يعني كل الوسائل للتسهيل على المواطن متاحه مباحه متوفره. اشكرك جدا 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 يا سيادة اللواء، كل الشكر سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. جماعه اللي بيسحب الكارت الازرق الكروت هتبدا تخلص، يا يعني اما 1/6 يا اما 1/7. في ناس هتجيلها الرسائل لو هم سايبين ارقامهم، طب اللي مش هتجيله الرساله نقول له تاني روح حضرتك بدل الكارت من مكتب التامينات القريب ليك من غير ولا مصاريف على الاطلاق، هتستلم الكارت بتاع ميزة. طيب ايه تاني؟ افترضنا انك انت ما سمعتش اللي انا بقوله وما جاتلكش الرساله وما قريتش الجورنال كل الكلام ده ورحت تسحب من المخده، لقيتها بتقول لك روح لمكتب التامينات نفس المشوار، خد بعضك وانت ماشي في السكه صور صوره البطاقه وروح علشان هتديلهم الصوره وتستلم الكارت بتاع ميزه وهيشغلوك الكارت مؤقت عشان تعرف تسحب من المكنه المرتب بتاعك. طب افترضنا انه حد كبير، يبقى ابنك اللي بيروح ده بيسحب لك، فهيتقال له كده هيروح على مكتب التأمينات بيوري لهم بطاقته هو كويس كده ويكون مصور الصورة برضو في السكة بإذن الله مع صورة البطاقة بتاعت سيادتك، هيروح نازل معايا موظف هيجي لك لحد عندك في البيت برضو بلا أي رسوم أو مصروفات ويظبط لك الدنيا ويسلمك الكارت الجديد. خلاويص.